السلام عليكم، كي داير خوتي؟ بخير، لاباس عليكم؟ هاني الاحوال طيبه. اليوم غنتعرفوا على المروحه الذكيه ديال شاومي. هانتوما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها. اوكي جوجل، اليمي لا فونتيلاتور. Ok, j'allume Mi Smart Standing fan de light. هي خدامه. اوكي جوجل، اريتي لا فونتيلاتور. ها هي طفات. اذا تبعوا معنا اليوم ان شاء الله، غادي نتكلموا على المروحه الذكيه ديال شاومي، خصوصا في هذه الاجواء، في هذه الحراره هذه كنحتاجوا للمروحه. فحبذا لو كانت مروحه ذكيه، مروحه اللي ما كتستهلكش الكهرباء، هي اقتصاديه، ومروحه اللي ذكيه كنبروغراميوها بالتليفون ديالنا، بجوجل، بكل شيء، وكتخدم كومباتيبل مع كل شيء، كتكونيكتيها مع الواي فاي، كتحكم فيها كما بغيتي. تابعوا معنا الفيديو باش تشوفوا الشرح. اذا بالنسبه للعلبه، كتجي بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. يعني علبه متوسطه، صغيره الحجم. ودابا غنفتحوها ان شاء الله باش تشوفوا معنا المكونات ديال العلبه ديال المروحه ديال شاومي. تبعوا معنا. اذا على بركه الله نبداو بالفتح ديال العلبه ديالنا. كيف كتشوفوا هذه هي العلبه. اولا الواجهه العلويه هي هذه، حيت كتكون يعني كتكون سيباري، وحنا اللي كنجبدوها. هي بالنسبه للجميع ديالها راه ساهله وبسيطه، كلشي دايرين في الكتاب. هاد الكتيب هادي كتشوفو راه فيه الشرح بجميع تقريبا جميع اللغات، فين تمنايا كتبع لي زيطات وكتركبها، ساهله وساهله وساهله جدا. هادي السيبورة اللي كتكون لتحت تقيلة شوية، يعني هي اللي كتهز لينا المروحة ديالنا. وصراحة فاش كنهضرو على الشاومي كتكون جودة الصنع، الله جودة الصنع كاليتي زوينة فيها. وهذا هو الراس ديال الموتور، تشوفوا هو هذا، هو تقيل شوية. وهنا كيكون واحد الجزء اللي كيكون في الميليو، هو هذا. صافي دابا ان شاء الله غادي نركبو المروحة ديالنا. تبعو معنا الطريقة ديال الخدمة ديالها، كيفاش كتخدم مع لابليكاسيون، كتحكم فيها من لابليكاسيون. اذا دابا ندوزو لطريقه العمل. هذا تطبيق لميهوم، تطبيق ميهوم غني عن التعريف. هو واحد التطبيق، هانتوما كتشوفوا اني كندخلوا للمسمار، ها هي طافيه. دابا نحاولوا اننا نشعلوها، كيف كتشوفوا كنشعلوها من هنا، ها هي خدمات. هنا كنديروا المود فيل مثلا بالليل، لو بغيتيها مثلا ما يعني كتبقى تخدم بشويه، ما تبقاش تسمعها باش ما تبرزطكش بالليل، كدير هاد المود. هنا كاينين، هنا كتحكم فيها، لاحظوا معنا هنا كتحكم. اولا مثلا الوقت كتبروغرامي على الوقت، بغيتي تطفى بعد ساعه كدير مثلا هنا، هاي دابا بعد ساعه انت كتحكم في الوقت، 49 دقيقه كتطفى، كتطفى اوتوماتيك. هنا النوتيفيكاسيون، داكشي ساهل. هنا كنتحكموا في السرعه ديالها، كاينه السرعه الاولى سبيد الاول، هادو ما كتسمعهمش، الثاني ما كتسمعوش. يعني كيف كتشوفوا المروحه ما كدير الصوت، هذا هو الجميل فيها، يعني كتبردك ولكن الصوت ما كتس... تقريبا ما كتسمعوش. المود الثالث هذا مجهد، هذا هو اللي كيتسمع، ولكن هذا راه كيكون مجهد. جيني هذا راه كيكون مجهد، شي علاش كتسمعوا الصوت دابا. اذا هذه هي المروحه ديالنا، كيف كتشوفوا هي هذه المروحه ديالنا. صراحه مروحه زوينه، و يعني واقتصادية، الضو ما كتضيعش، الضو هذه هي الميزة اللي فيها زوينة. كتحكم فيها يعني من هنا مثلا، لو بغيتي الدراري ما يقربوش ليها كتكليك كتاكتيفي هاد لوبسيون هنا. يعني دابا واخا يكليكي شي واحد ما غاديش يتحكم فيها، ضروري من لابليكاسيون. تبارك الله عليكم اللي عندو شي تساؤل، مرحبا. الثمن ديالها كيتراوح ما بين 500 حتى 700 درهم، على حساب لا كانت ديال برا ولا كانت ديال الشركة. ولكن صراحة برودوي اللي هو زوين، برودوي اللي صراحة من احسن المراوح المتواجدة حاليا، ومروحة ذكية يعني كتحكم فيها من التليفون ديالك، هادي هي الحاجة والخاصية اللي زوينة بزاف. تبارك الله عليكم، اللي عندك شي سؤال مرحبا.